انخفضت نسبة النساء اللاتي اخترن اتباع دراسات في مجال علوم الحاسوب والتكنولوجيا انخفاضاً مضطرداً على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهو أمر غريب إذ أصبحت التكنولوجيا الآن منتشرة في جميع جوانب الحياة الحديثة. في كثير من المدارس تتفوق الفتيات على الفتيان في مواضيع العلوم، وإذا ما أتيحت لهن الفرصة حقاً تكون الفتيات متفوقات في العلوم والرياضيات. إذن لما لا يغتنم المزيد منهن فرص العمل التي يمكن أن تتاح لهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ علينا أن نبدأ من السنوات المبكرة في المدرسة، حيث يمكن للفتيان والفتيات إدراك أنه ليس هناك أي فرق. ربما يمكن فعل المزيد لتشجيع النساء على إحراز مزيد من التقدم. أعتقد أننا بحاجة إلى جعل التكنولوجيا أكثر متعة عندما يتعلق الأمر بالفتيات. لقد حان الوقت لتغيير مواقفنا. مقابلة مع ميفيش من الهند وعمرها 25 سنة وهي مهندسة في علوم الحاسوب. دايل كشمير هي مبادرة صغيرة لسكان كشمير. لقد كانت لحظة فرح عارمة لي في ذلك الوقت عندما بدأ العمل بالتطبيق. بدأ الناس يهنئونني، وكان العديد من الناس قد اقترحوا أن أنخرط في مواضيع أخرى غير موضوع علوم الحاسوب. ينبغي للفتيات أن تدرس التكنولوجيا وعلوم الحاسوب، فهذا ممكن ومناسب للفتيات وليس حكرا على الفتيان. يمكنك تطوير أشياء جديدة، ما عليك إلا تعلم لغة ويصبح مقدورك صنع أي شيء، فعل أي شيء. أريد أن أفتح شركة برمجيات في سرينغار بحيث أتمكن من توفير فرص العمل للفتيات في كشمير وكذلك للفتيان دون الاقتصار على الفتيات. وبالنسبة للاتي يتخذن القرار الصائب، هناك بعض الأخبار الإيجابية جدا. إنها ترتبط بكل صناعة من الصناعات، وهي فعلا مسار وظيفي مثير وممتع ينبغي الاستفادة منه. اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو احتفال عالمي يدعو جميع الفتيات في العالم إلى استكشاف الفرص العديدة المتاحة من خلال العمل كمهنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن فعاليات اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مهمة للغاية، وإلا فلم يكن لنا أن نعلم عنه شيئا. علمنا بالوظائف المختلفة التي يمكن أن نحصل عليها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إنها بمثابة لفت للانتباه، وإلا فلم يكن لنا أن نفكر حتى في العمل في مجال التكنولوجيا. هذا العام يمكنكم تنظيم اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص بكم. التكنولوجيا تحول عالمنا، بادرنا إلى المشاركة في هذا التغيير. لا تقتصرنا على استهلاك الأشياء، بادرنا إلى إبداع أشياء. خذنا الوقت الكافي لمعرفة المزيد عن التكنولوجيا التي تمس كل جزء من حياتنا. زودنا أنفسكن بالمهارات التي أنتن بحاجة إليها من أجل مستقبلكن. إذا كنتم تريدن إحداث فرق حقيقي وتحقيق مسار وظيفي عظيم، ابدأنا بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأن التكنولوجيا هي المستقبل.